انضم الينا دكتور جهاد الحرازين، استاذ العلوم السياسيه جامعه القدس. دكتور جهاد، تحياتي لحضرتك. اهلا بك وبكافه المشاهدين الكرام. دكتور جهاد، ويعني الجهود الدبلوماسيه المصريه تتواصل على قدم وساق، يعني من انقاذ الجرحى والمصابين، واليوم في يوم الطفل العالمي، بعد ما اسرائيل قتلت اكثر من 5500 طفل. مصر تنقذ الأطفال المصري، الأطفال الفلسطينيين الخدج، وأيضا وفد من الدول العربية والإسلامية يتوجه إلى بكين لبحث وقف إطلاق النار بشكل فوري، تنفيذا لقرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض. كيف ترى ذلك؟ يعني أعتقد بأن دور المصري والجهود المصرية هي متواصلة في مساعدة الشعب الفلسطيني ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. سير هذه العربيات، عفوا دكتور جهاد، مرة أخرى السيارات الإسعاف تسير على الطريق بعد عبورها معبر رفح بالأطفال الخدج، وهي مجهزة، جميع سيارات الإسعاف المصرية مجهزة بالحضانات وبجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية لنقل هؤلاء الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى مصر لمعالجتهم واستقبالهم في المستشفيات المصرية، مستشفى العريش العام وجميع المستشفيات المصرية كلها على استعداد لاستقبال هؤلاء الأطفال. ومع الأسف بعد موت 3 أطفال، منهم كان متوقع أنه تستقبل مصر 35 طفل خديج، ولكن يعني مع الأسف مات 3 أطفال منهم وأصبحوا 32 طفل فقط. اتفضل دكتور جهاد. يعني أعتقد بأن مصر لا زالت تواصل جهودها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء الشعب الفلسطيني الذي هو يتعرض لأكبر مذبحة يعرفها التاريخ الحديث في جريمة إبادة تواصلها حكومة الاحتلال. وهذا الدور ليس الغريب على جمهورية مصر العربية، ونحن نرى ونشاهد عبر شاشاتكم عملية نقل الأطفال الخدج من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، وذلك بعد التوجيهات الرئاسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة المصري المعالي الوزير خالد عبدالي الغفار. هذا الأمر الذي نجده دائما بأن مصر تواصل جهودها، بالإضافة لأن مصر التي فتحت مستشفياتها لاستقبال كافة الجرحى الفلسطينيين، ولكن ندرك حالة الإعاقة التي تتم من قبل الاحتلال في هذا السياق، ولكن تتواصل الجهود المصرية سواء على المسار الإغاثي والإنساني وعلى المسار الطبي بتقديم المساعدات. وشاهدنا قبل يوم أمس عندما أطلق رئيس الوزراء قافلة تحيا مصر للدخول إلى قطاع غزة، أي بمعنى أن مصر تسير بعدة مسارات، منها المسار الإغاثي والإنساني والمسار المتعلق بعلاج المصابين واستقبال المصابين، بالإضافة إلى المسار السياسي الذي تقوده مصر في هذا السياق من خلال الرؤية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتمثل بضرورة وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات وإطلاق أفق سياسي. هذا من المس من خلال التحرك الذي بدأ يوم أمس، واليوم كان هناك اللقاءات التي جرت مع وزير الخارجية الصيني ونائب الرئيس الصيني من قبل المجموعة العربية التي تشارك بها مصر والسعودية وفلسطين والمملكة الأردنية و الأمين العام للجامعة العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، بما يعني أن هناك جهود كبرى تبذل على الصعيد الدبلوماسي لأجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسي الآن بأن يتم وقف إطلاق النار، لأن ليس فقط هدن، لأن الاحتلال لا زال متغولا في الدم الفلسطيني ولا زال يواصل عمليات القتل. وكما تفضلت بأننا في يوم الطفل الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة كيوم للطفل الفلسطيني 20 نوفمبر للطفل العالمي 20 نوفمبر، نجد بأن الطفل الفلسطيني هو ضحية هذا اليوم وضحية هذا الاحتلال المجرم، لأننا نتحدث عن أكثر من 70% من الذين استشهدوا والذين لا زالوا تحت الأنقاض والذين هم من المفقودين هم من الأطفال. أي بمعنى أن كان بنك الأهداف الذي خصصه نتنياهو في حربه على الشعب الفلسطيني يتمثل في هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم ولا حول لهم.
ولا قوه في هذا السياق. نعم دكتور جهاد، البعض يتحدث عن او يعني كما تطلعنا وسائل السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي ان الوضع في اسرائيل خرج عن السيطره، وهناك خروج تظاهرات لتطالب اسرائيل بوقف الحرب انتفاضه مع الشارع الاوروبي والشارع العالمي والتظاهرات الشعبويه بوقف الحرب واهميه الوقف الكامل لاطلاق النار لا طبعا إنقاذ الموقف والوضع الإنساني في قطاع غزة. إلى أي مدى ترى أن هذه الضغوطات إلى جانب الخسائر العسكرية والخسائر الاقتصادية للإدارة الإسرائيلية يمكن ربما أن تمثل بعض الضغط على هذه الإدارة، إدارة الحرب الإسرائيلية، بوقف إطلاق النار؟ أعتقد أن لا زالت إسرائيل تتغول في الدم الفلسطيني، ولا زالت تواصل عمليات القتل، وهو ما يعبر عنه نتنياهو مجلس حربه في هذا السياق، غير آبين بكل تلك المظاهرات التي خرجت في تل أبيب وخرجت أمام بيت نتنياهو للمطالبة بوقف إطلاق النار، لأن نتنياهو لا يعني الأسرى المتواجدين لدى المقاومة الفلسطينية أو الذين تم وجودهم في قطاع غزة، بل كل ما يعني هو كيفية تحقيق أهدافه التي يحاول النيل من خلالها من الشعب الفلسطيني في الحرب الانتقامية. ولكن على الصعيد الدولي هناك حالة من المتغير الحقيقي على الصعيد الدولي، لأننا ندرك حجم المظاهرات التي خرجت من الدول في كافة دول العالم وخاصة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انطلقت في مئات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب. حتى بداخل الإدارة الأمريكية وجدنا حالة الاستقالات في وزارة الخارجية الأمريكية، وجدنا في داخل الحزب الديمقراطي عندما خرج أكثر من عضو ديمقراطي في مجلس النواب للهتاف بوقف إطلاق النار، وما تعرض له والاعتراض على ما يحدث ما تعرض له بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أمام مجلس الشيوخ من مظاهرات ومن حتى الأطفال الذين رفعوا أقفهم المليئة بالدماء مطالبين بوقف إطلاق النار، وكذلك المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن الأوروبية سواء في لندن أو باريس أو مدريد أو أمستردام أو كل دول أوروبا التي هي انطلقت لتخرج لترفع علم فلسطين وتقول بضرورة وقف إطلاق النار وبضرورة إنهاء هذا الاحتلال. أعتقد بأن هذا المتغير سيكون له آثار على المستقبل. نعم دكتور شهاد، انقطع الاتصال من دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس.